هلا يبا. هلا. تروح معنا؟ لا 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 لا، عقب كورونا عندي شعارين. الشعار الأول السلام نظر، يعني مصافح خمخمة أنسى. الشعار الثاني البديشن في بيتك إلين الله يفرجها. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. على وين؟ والله يبا زهقنا من قاعدة البيت، كلنا نطلع نغير جو. الحكومة ما عطلوكم عشان تهجهجون في الشوارع في السوقة، الحكومة عطلوكم علشان تنثبرون في بيوتكم، علشان تقرون وتقعدون في بيوتكم. هو صادق أخوي، إلا أفرضوا في روحتكم دي اللي أصلاً ما لهمها داعي دي أصلاً روحة أصلاً. رحتوا مكان عام ولا دخلتوا مطعم ولا دخلتوا بلا ولمستوا شيء ما له داعي، إيش تبي تسوون؟ تبي تنقلون الوباء من الشارع لين البيت؟ نعم. ترضون إحنا نتوبى في بيتنا؟ فال الله ولا فالك، فالك ما قبلناه. إيه فال الله ولا فاله. تسمعون كلام الحكومة، تسمعون كلام الحكومة وتنثبرون ببيوتكم، ولا تبي تقعدون تتبطبطون بطبط 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 كل يوم متبطبط علينا واحد؟ ترضين ترضين تتبطبطين؟ لا والله ما ودي تبطبط، ما ودي تبطبط. أجل قرن يا زوجي العزيز، والله إن ملينا من قعدة هالبيت وهالتلفزيونات، ما غير أقلب هالقنوات كل شوي يطلع لي كورونا وكورونا كورونا وكورونا. مليت، حتى المعقمات تشققت يديني من المعقمات والمطهرات، جتني غلقة أبي أطلع من البيت. مو بس أنتم، العالم كله مستنفر. وبعدين يعني لا تعتقدين إذا أنت جيت تعقمتي يدينس إنه خلاص، يعني تعقمين يدينس شيء طيب بس مو لهالدرجة. السلام الحالة هذا الموت الحمر، امنعونا من السلام ومصافح. وش شلون يعني؟ إذا جتني وحدة تبي تسلم علي أصدها؟ أستحي والله. إلا تصدينها وتردينها يا بابا، السلام هو الناقل الأول للعدوى. إلا هو صاد، إذا كان حتى الطابور لازم يصير بينك وبين الواحد متر كامل، فما بالك السلام؟ أنا مهبولة أخلي واحد يجي يسلم علي يقعد يجغب فيني يجغب فيني، بعدين ينقل الوباء، بعدين أجي أنقل الوباء لبيتنا؟ صحيح. طيب وش السوات يعني؟ السوات إذا جيتي تبي تسلمين مع أحد، قم قم، إذا جيتي تبي تسلمين على أحد، ها؟ هذا الحين، ها؟ هلا دونت تاتش. والله كورونا أرحم صراحة. دونت تاتش. عشان كده أقول لك غسل يدينك والسلام نظر وأقعد في بيتك وخلي المسافة متر.